توجيه الثروة وإنتاجية العمل يتصدران تحديات نموذج التنمية بالمملكة المغربية. قبل أن نبدأ المقطع، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا بحول الله. قال صندوق النقد العربي إن النموذج التنموي الجديد الذي يستعد المغرب لاعتماده يجب أن ينظر في إنتاج الثروة وتوزيعها، إضافة إلى إنتاجية العمل والقيمة المضافة والاهتمام بالرأسمال اللامادي والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل. وذكر الصندوق في تقرير أصدره الأسبوع الجاري حول موضوع التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي والرؤى المستقبلية في الدول العربية أن المخططات والاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب في السابق حققت بعد التقدم، لكنها تستلزم مزيدا من التجانس والانسجام مع السياسات العمومية لبلوغ الأهداف المسطرة. وحسب تحليل الصندوق فإن المغرب يواجه صعوبات هيكلية تتمثل في التفاوتات الاجتماعية والمجالية وضعف خلق فرص الشغل على الرغم من تحقيق نسب نمو ناهيك عن ضعف القدرة التنافسية وارتفاع معدل البطالة لدى الشباب، وهو ما استدعى التفكير في إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي. وينتظر من النموذج التنموي الجديد الذي تسعى المملكة إلى اعتماده بحلول بداية السنة المقبلة أن يبرول جيلا جديدا من التخطيط ومن الخطط الاستراتيجية القطاعية بهدف اعتمادها كركائز في إطار سياسة جديدة من التخطيط الاستراتيجي. وأصار صندوق النقد العربي وهو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست سنة 1976 إلى أن النموذج التنموي الجديد المرتقب ينبغي أن يستفيد من المكتسبات المحققة ويحدد نقاط الضعف الموجودة من أجل بناء نموذج مغربي، لكن ذلك لا يمنع من الاستفادة من التجارب الأجنبية. ويعتبر التقرير أن النموذج التنموي يتطلب تشخيصا للواقع بصورة صريحة وموضوعية من خلال رصد المنجزات والوقوف على النقائص والعمل من أجل تزكية وتعديل الإصلاحات التي أطلقت من قبل مع تسريع وتيرة الإنجاز ومحاولة ربح رهان الفعالية. كما أكدت المؤسسة المالية الإقليمية أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون نموذجا شاملا يعنى بكل مجالات التنمية وينظر في إنتاج الثروة وإنتاج العمل والقيمة المضافة عن طريق المبادرة والإبداع. وحسب التقرير يجب أن يكون النموذج التنموي المرتقب اجتماعيا تجسده العناية بالرأسمال اللامادي من خلال الخدمات الاجتماعية وتوزيع الثروة والتعليم والصحة والتشغيل والنقل مع بحث آليات توزيع الثروة لتحقيق عدالة اجتماعية. ويرى خبراء صندوق النقد العربي أن النموذج التنموي المغربي الذي سرى لإعداده لجنة عينها الملك محمد السادس نصره الله يجب أن يكون مستداما يفكر في التغيير المناخي وقلة الماء والطاقة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وجودة التغذية. وحسب التقرير يمكن للمغرب من خلال مكانته كمركز إقليمي أن يلعب دور مستقطب للاستثمارات المباشرة الأجنبية في مجال الصناعة نحو دول إفريقيا أخرى، مما يساهم في إنشاء شبكة إنتاجية على مستوى القارة تعمل على تعزيز موقع الجهة على مستوى سلاسل القيمة العالمية. ويحمل قطاع الاتصال فرصا حقيقية للمغرب يمكن اتجاهه بفرض خارطة الطريق الجديدة للقطاع في أفق 2022 الجاري، تنزيلها من طرف الوكالة الوطنية للتقنية للمواصلات لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي والعالمي سواء على الجانب التقني أو من حيث استعمال المنصات الرقمية والتجارية والإلكترونية عبر الهاتف. وذكر صندوق النقد العربي الذي يتخذ أبو ظبي مقرا له أن المغرب يسعى دائما إلى تكييف اختباراته على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى الطويل آخذا بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي. وجاء في التقرير أن المغرب يقوم بإعداد مشاريع قوانين مالية بالنظر إلى التطورات الدولية في أسعار المحروقات وسعر الصرف والأداء الاقتصادي التجاريين الرئيسيين والطلب الخارجي، إضافة إلى النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني من الناحية الاجتماعية. شكرا جزيلا على مشاهدتكم ونلتقي إن شاء الله في فيديو قريب بحول الله. إلى اللقاء.